لي جواب من عديلة وفي حوالة بردية بفلوس. انسى التفكير المادي ده، المهم الجواب. ختم البوسطه اللي عليه من مكتب ايه؟ بوسطه الزمالك. بس مش معقول عديلة تكون ساكنه في الزمالك. ده تفكيرك القاصر يقول كده، انما تفكيري انا يقول ان جايز الشركه اللي هي بتشتغل فيها تكون في الزمالك. لا كاتبه اسم شركه ولا عنوان شركه. اسمع مولك، انا هاخد اجازه من شغلي في طنطا وهنزل مصر، هلف عليها شارع شارع وحاليا ان شاء الله، وهركز بحثي في الزمالك. ماشي، بس هتعرف تمشي في الزمالك؟ ما انا مشيت في شبرا، حصل لي ايه؟ طيب هو الواد ده اللي هيدلنا على طريقه، خليك وراه. في حد سأل عليا؟ لا يا فندم. اجتماع مجلس اداره. حاضر يا فندم. حد سأل عليا؟ لا يا فندم. اجتماع مجلس إدارة. حاضر يا فندم. اجتماع مجلس إدارة. مصاريف إنشاء وتكوين الشركة 100,000 جنيه. مصاريف دعاية وإعلان 200,000 جنيه. مصاريف ديكورات وأساس 500,000 جنيه. مصاريف مكافآت ومرتبات 500,000 جنيه. مصاريف نثرية وخلافه 700,000 جنيه. يعني كله على بعضه كام؟ حوالي 2,000,000 جنيه. والله كويس، كويس أوي. والإيرادات؟ أخبار الإيرادات إيه؟ ايوه الايرادات، انا يهمني الايرادات. هو في الحقيقه يا بيه مفيش ايرادات، رصيد الايرادات صفر. صفر؟ صفر ازاي؟ مش فاهم. ما هو محدش يا فندم قال لنا لحد الوقت هنشتغل في ايه. احنا هنشتغل في الاستيراد والتصدير. ايوه يا فندم، بس هنصدر ايه ونستورد ايه؟ هنصدر حاجات ونستورد حاجات تانيه. ايوه هنصدر حاجات ونستورد حاجات تانيه. طبعا طبعا يا فندم، بس ايه اللي هنصدره وايه اللي هنستورده؟ هنستورد اللي هما بيستوردوه ونصدر اللي هما بيصدروه. اللي هو ايه يا فندم؟ فاتت علينا ازاي دي؟ يعني ايه يا بخيت؟ صرفنا 2,000,000 جنيه على الفاضي؟ انت مش وافقت اللي احنا نعمل شركه زي الناس المحترمين؟ انا افتكرتك محترمه، قصدي يعني افتكرتك بتفهمي يعني. انت لما قلت انا اعتقدت انك عارف احنا هنشتغل في ايه؟ طيب احنا نستورد اجهزه كهربائيه. ايه يا بخيت، انت مش قادر تنسى انك كهربائي؟ ليه كده يا صندوق قدام الناس؟ خلاص احنا نستورد ملابس محجبات، ده مشروع يكسب ده. وهي ملابس المحجبات محتاجه استيراد مهما ليا الدنيا. احنا صغار كده مش هنتفق. عننا ما اتفقنا. بقول لك ايه، انا عايز اتمتع بالفلوس مش عايز وجع دماغ. شوف انت عايزه تعملي ايه، بس تتحملي المسؤوليه كامله. يا سلام، انت عايز ترمي عليا كل المسؤوليات وتقعد انت تهنكر؟ لا ده بعدك بقى. خلاص يبقى نفض الشركه. نفضها شركه. او ها يا سلام، نفض الشركه واللي جاب الشركه. انت ما تهددنيش. ما اكلمك كده، انا مش انا مديرك. مفيش حاجه تعالى. خلاص نقل الشركه. يلا يلا انت هوبلي. يلا يلا انت هوبلي. خلاص.